بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الترجي بيفوز على جالاكسي الجنوب افريقي بثلاثيه نظيفه. الترجي بيبدع، الترجي بيمتع، الترجي بيوصل لرحله السيطره على المجموعه القويه جدا بالنسبه لي، اللي فيها شباب بلوزداد واللي فيها النجم الساحلي واللي فيها جالاكسي الجنوب افريقي، اقوى مجموعه في دوري الابطال. الترجي التونسي بيوصل ل 11 نقطه في انتظار المباراه الاخيره ضد الشباب بلوزداد، المباراه اللي اعتقد واتوقع ان هي تكون مباراه حسم مين اول المجموعه. الترجي التونسي عرف النهارده ان هو يطلع كسبان فرقه زي فرقه جالاكسي. الترجي اللي جاي بيدوج راحه المحليه بعد ما تعادل تعادل غريب جدا مع اتحاد بن جردان في الدوري التونسي. الترجي التونسي النهارده بصراحه يعني اللعيبه الافارقه كسفوني، لان انا كنت شايف ان لعيب زي كينجسلي ايدو وايولا اقل من مستوى الترجي، علشان يجي كينجسلي ياخد عرضيه جميله جدا اول 10 دقائق من رائد الفادع ويسجل الهدف الاول للترجي. بعد هدف كينجسلي اللي جه في اول 10 دقائق لعيبه الترجي التونسي ارتاحت جوه الملعب وخلاص، احنا جايين النهارده نقدم كوره جميله ونطلع بالثلاث نقاط وندي رساله قويه لشباب بلوزداد ان المجموعه دي الترجي هو اللي يطلع كبيرها لا مؤاخذه. الترجي التونسي النهارده استفاد حاجات كتيره جدا من الفوز ده. استفاد ثقه للاعيبه الاجانب، ثقه كينجسلي اللي سجل النهارده هدفين جمال جدا، وايولا الهدف بتاعه يعني هي كره خلطت المساك والمساك ضلع دخل في الجون وتردت لايولا سجلها، المرمى خالي بس مش مهم، احنا جايبين لعيبه تاخد ثقه علشان خاطر الماتشات اللي جايه. الماتشات اللي جايه هي اللي كانت مهم التفكير فيها، لان بعد الفوز النهارده الموضوع ضد شباب بلوزداد هيكون معقد شويه في المباراه الاخيره. فمباراه النهارده كنت جاي تاخد منها ثقه بعد التعادل الغريب اللي حصل في الدوري التونسي، كنت جاي النهارده انك تاخد ثقه من مباراه جالاكسي، وطبعا ما ينفعش ان الثقه دي تتهز بتعادل او تتهز باداء سيء او تتهز بخساره. التعادل والاداء السيء انت عرفت ان انت تخلص منهم بدري عن طريق الهدف الاول اللي سجله كينجسلي. اول 10 دقايق سجلت هدف وخلاص دخلت في الجيم، لعبت دخلوا في الجيم ادوا مباراه جميله جدا. معز بن شريفيه حرفيا تقدر تقول عليه كده كان واحد من ضيوف المباراه، هو وخط دفاع الترجي اللي فيه عبد القادر بدران ومحمد امين توجاي، اللي بالنسبه لي هفضل اقول ان ده خط دفاع مميز جدا. الياس شتي قدم مباراه جميله، رائد الفادع قدم مباراه جميله لحد ما اتغير. فوسيني كوليبالي طبعا مش هقدر اقول لك كوليبالي قدم مباراه، لان كوليبالي مستواه ثابت بالصلاه على النبي، بيقدم مباريات جميله جدا. ايولا الهدف اعطاله ثقه، غيلان شعلاني بيقدم عظمه حرفيا جوه الملعب الفتره الاخيره، محمد علي بن رمضان مستواه ثابت وعلى وضعك، لعيب بيقدم اداء ومستويات عاليه جدا. صابر بوجرين ما اثبتش ان هو ينفع يكون البديل القوي لحمد الغنو، حمد الغنو اللي رجع النهارده ونزل في الدقيقه تقريبا 78. كينجسلي ايدو كان محتاج جدا الهدفين دول علشان خاطر يدوله ثقه في القدم. الترجي التونسي طلع النهارده كسبان المباراه بطولها وعرضها، ثقه عادت للعيبه كانت محتاجه ثقه بعد التعادل الغريب في الدوري، لان برضه افضل اقول لك تعادل غريب، لان انا بالنسبه لي الترجي هو بطل الدوري التونسي وهيفضل بطل الدوري التونسي في ظل الحاله السيئه جدا للصفاقسي والنجم الساحلي، فاعتقد ان الترجي بطولها وعرضها هيفضل بطل تونس غصب عن اي حد. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو عزيزي براحتك، انا راجل شايف ان الترجي بيقدم اداء جميل، واكتر حاجه بتمناها ان الترجي يبعد عن الاهلي في الدور القادم، لان الموضوع هيبقى متعب بالنسبه لنا وبالنسبه لكم. ان شاء الله باذن الله نبعد عن بعض.